الحقيقة الأغنية اللي فاتت كانت بتمزج ما بين الاحتفال بعيد الحب، يعني فيها كده نوع من التفاؤل والتعبير، وما بين الفقرة القادمة التي سنتحدث عنها وهي فقرة عبر البحار وعبر الجانب المرتبط باللون الأزرق. سنتحدث عن النقل البحري أو الاقتصاد الأزرق، أو أحيانا أيضا هو الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد النظيف. 80% أو أكثر من 80% من تجارة العالم بتمر أو بيتم نقلها عبر النقل البحري والشحن البحري. ده موضوع مهم للغاية. مصر بتولي مسألة النقل البحري والشحن البحري والتصنيع على هامش هذه الصناعة الكبيرة، صناعة النقل وصيانة السفن وغيرها، بتولي اهتمام كبير وبتعد العدة لأن تكون مركزا مهما للشحن ولصيانة السفن وللصناعات المرتبطة بالنقل البحري، التصنيع، ويتم إعادة تصنيع وقيمة مضافة للمنتجات وتذهب في طريقها للتصدير. أعتقد أنه هذا هو المستقبل تماما. على أي حال، للحديث حول هذا الموضوع، حول الجانب الاقتصادي فيه، حول كفاءة الأسطول التجاري المصري، حول الأفاق الموجودة خلال السنوات المقبلة، يسعدني أن أستضيف هنا معي في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاد النقل واللوجستيات والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. شرفتنا. وسنتحدث عن النقل البحري وعن الشحن، لكن نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود. على مر التاريخ لعب النقل البحري دورا محوريا في حركة التجارة العالمية بين مصر وبلدان العالم، وساعد ذلك على توافر عوامل الأمن والأمان التي تتمتع بها مصر بما يتماشى مع مكانتها وموقفها كهمزة وصل بين الشرق والغرب. وتعزيزا لهذا الدور، تخطو مصر خطوات ثابتة لتصبح مركزاً لوجستياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تهدف لتعزيز وجودها على خريطة التجارة الدولية بما يسهم بدور كبير في نشاط الموانئ وجذب السفن العملاقة، وذلك في ظل منافسة مع الموانئ الإقليمية والعالمية. ومن أجل الاستمرار في تلك المنافسة إلى تطوير وتنمية النقل البحري والموانئ على المستويات كافة من خلال زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ ومحطات تداول الحاويات بهدف استيعاب عدد أكبر من الحاويات والتحول لمركز لوجستي عالمي. تشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ مع ربطها بخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وذلك إضافة إلى تقديم كافة خدمات السفن. ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة تطويره بعشرين مليار جنيه بهدف تحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط. يأتي ميناء الإسكندرية البحري ليحتل الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة، حيث يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية. فقد تم التخطيط لتطوير الميناء بشكل كامل ليحتوي على 87 رصيفا بأطوال حوالي 25 كيلومترا وبأعماق من 8.5 إلى 20 مترا لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة، لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ولاعبا فاعلا في الاقتصاد المحلي والعالمي، ولتيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة على المستوى الإقليمي والعالمي.
بالمناسبة المستقبل كله مرتبط بفكرة الشحن والنقل البحري، المستقبل الاقتصادي أعني، وبالتالي يعني يجب الاتجاه ليه بشكل كبير. إذا وضعنا اليوم الأساس وحجر الأساس وبدأنا وشرعنا في التطبيق، لكن لدينا الحقيقة مشوار كبير هنعمله خلال السنوات المقبلة. ده اللي حدثنا عنه ضيفي العزيز دكتور محمد علي إبراهيم، اللي بعيد الترحيب بي مرة أخرى، وأفاق النقل البحري في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك من جديد. والحقيقة الموضوع النقل البحري في مصر والنقل بصفة عامة في مصر حظى باهتمام الدولة الفترة اللي فاتت. ففي مجال الطرق، أضيف لها حوالي 7000 كيلو، وتقدمنا على مؤشر جودة الطرق من 118 إلى 28، مركز 28، يعني معنى كده قفزنا 90 درجة على مؤشر جودة الطرق في 6 سنوات. دي حاجة مش بسيطة. لا طبعا يعني جهد ملموس وحاجة جيدة، وطرق النهاردة تحسنت وبقت دي شرايين الاقتصاد القومي، هي الطرق. في نفس الوقت في تطوير في مجال السكة الحديد، وفي أيضا القطار الكهربائي اللي هيمشي على خلاف ما هو معهود من الشرق للغرب، هيربط ميناء السخنة بمواني البحر المتوسط. ما هو معهود ان يكون شمالا وجنوبا، هو مش شرق وغرب. طبعا هو كان القطر كان ماشي طول عمره، احنا عندنا في مصر بشق مصر طوليا من الشمال الى الجنوب، احنا النهارده كمان بننتقل من الشرق للغرب. وبالتالي فكأنك بتعمل يعني تكامل مع قناة السويس، لانه البضائع النهارده بتتكلم عن نقل دولي متعدد الوسائط، نقل دولي متعدد الوسائط بتستخدم اكتر من وسيط للنقل عشان تقلل زمن الرحله وتقلل تكلفه النقل. وبالتالي انا عندي امكانيات، عندي طرق، عندي سكه حديد، قطار كهربائي جديد، وعندي كمان مواني تم استثمارات ضخمه فيها. اضيف للمواني هذا العام في 37 كيلو ارصفه جديده في المواني المصريه. الطاقة الحالية للمواني في مصر حوالي 170 مليون طن بضائع عادية، البضائع العامة، وأيضا عندنا حوالي 11 مليون حاوية، ده الطاقة الحالية. مستهدف زيادتها في 2030 370 مليون طن، من 170 ل 370 مليون طن. والحاويات هتزيد من 11 مليون حاوية إلى 20 مليون حاوية، يعني تقريبا الضعف. في الاولاني تضاعفت والثانية تقريبا، الاولاني اكتر من الضعف والثاني تقريبا almost ضعف. فاحنا بنتكلم على تطور مذهل في المواني، وشملت جميع المواني المصرية، وكمان اضافة مواني جديدة. يعني جميع المواني المصرية فيها تطوير، يعني بنتكلم على مينا اسكندرية، كان عندنا مينا اسكندرية والدخيلة، الميناء الاوسطي حاليا بينهم الاوسطي بيربط الاثنين، فبقى هتبقى من اكبر مواني في اكتر من 30 كيلومتر. طبعا عند حضرتك ايضا في 10 كيلو ارصفه جديده في منطقه الماكس. في ايضا في في السخنه هتبقى اكبر ميناء على البحر الاحمر، في ايضا اضافه حوالي 12 كيلو ارصفه في منطقه لوجستيه، في منطقه تجاريه، في عقده لوجستيه، بمعنى ان في ترابط ما بين الطرق والسكه الحديد والنقل البحري، وبالتالي فانا كاني بعمل محطه تبادليه لانتقال السلع والخدمات بين المواني وما بين وسائل النقل المختلفه. الموضوع ده محتاج ان احنا نطوره بتشريع يسمح بالنقل متعدد الوسائط، لان النقل متعدد الوسائط مش مجرد وجود الوسائط والامكانيات، وانما ايضا محتاج ان انا يكون عندي قانون يسمح بان يكون في وثيقه شحن واحده تتبادل بيها السلعه ما بين وسائط النقل، عشان اخفض تكلفه واخفض وقت، ما اروحش اتعاقد مره مع السكه الحديد واتعاقد مره مع النقل البحري واتعاقد مره ثالثه مع النقل البري، لا، هي وثيقه شحن واحده بمر بيها، وبالتالي سواء جوه مصر او بره مصر، وفي متعهد للنقل بيقوم بهذه القصه نيابه عن كل اصحاب وسائط النقل. ففي اختصار للوقت، اختصار للتكلفه، وده العالم كله ماشي في هذا الترند. احنا عملنا البنيه التحتيه للنقل متعدد الوسائط، باقي البنيه المؤسسيه، وده موضوع ده اسهل حاجه في الموضوع. يعني اعتقد انه احنا في مجال النقل البحري ايضا في تطوير في مواني جديده زي ميناء ابو قير، في ميناء ايضا جربوب في غرب مصر، ايضا في ميناء برنيس. ففي حركه دي المفروض انها قواعد عسكريه، فبيتعمل على هامشها
يمكن استخدامات تجارية أيضا. بالضبط، هو عامل جنب كل قاعدة حربية في أرصفة تجارية ومحطات لوجستية، ففي تطور مذهل في قطاع النقل البحري وفي قطاع النقل البري أيضا، في قلنا طرق وفي عندنا سكة حديد، فإحنا عندنا منظومة نقل شهدت تطور غير عادي. لكن أتمنى كمان وفي توجيه أيضا بإنشاء أسطول تجاري بحري يلائم إمكانيات مصر. هذا أمر مهم بقى للغاية، لأنه يعني أنت تطور وأنت يعني يمكن كمان عايز تكون مركز لوجستي تقدم الخدمات للسفن سواء التموين أو الصيانة، لابد أيضا أن يكون لك أسطول تستطيع من خلاله أن قد تنقل البضائع بقى الموجودة لديك. يعني لو حضرتك تحدثنا في هذه الناحية هذه المنطقة. هو الحقيقة يمكن كان في فكر قدمه لنا الغرب أنه تقسيم العمل مطلوب، بمعنى ان في دول تركز على الاسطول وفي شركات دلوقتي عملاقه عندها اساطيل ضخمه. لن تستطيع انت كدوله ناميه انك تنافس هذه الاساطيل. فالافضل لك انك تركز وانت موقعك متميز، فركز على المواني. انت فهمت كده في وقت من الاوقات، او يعني كنا بنشتغل مش بس كده. ده كان توجيهات المنظمات الدوليه اللي كانت بتتعامل مع وزاره النقل في مصر ومع مصر، كانت بتدي هذه التوصيه دائما. ركز على المواني، انت موقعك المتميز هيتيح لك انك تكسب من هذه التجاره. وفي وجهه نظر بشكل او باخر، هي في وجهه نظر، ولكنها ليست وجهه نظر امينه قوي. لان انا شفت تجارب دوليه. دولة زي كوريا لما خرجت من الحرب الأهلية في كوريا 53 ما كانش عندها أسطول إطلاق، لكن هي النهضة الصناعية اللي فيها والتقدم جاء من خلال اهتمامها بالنقل البحري. يعني أول قرار كان لهم إنشاء جامعات بحرية وعلموا الناس إزاي يعملوا بيزنس بحري، وفي نفس الوقت أنشأت رسالتين لإنشاء سفن. النهاردة كوريا عندها 6 شركات من أكبر 20 شركة في العالم، وأيضا عندها أسطول بحري من أكبر أساطيل البحرية في العالم. فإحنا لا نقل، وكان إمكانياتهم المادية في وقت انتهاء الحرب الأهلية أقل من مصر بكثير، فإحنا عندنا إمكانية. وبعدين في تصور مش بالضرورة أن أنا عارف الاستثمار في الأسطول استثمار مكلف جدا، خاصة النهاردة مع تقدم التكنولوجيا في السفن الاستثمار في النقل البحري مكلف للغاية، لكنه أولا استراتيجيا مهم جدا، ثانيا أنت بتأمن نقل تجارتك الخارجية في وقت أنت عندك فيه مش العائد. يعني والعائد مهم، مش مرتبط أساسا بإمكانياتك التصنيعية عشان يبقى عندك قيمة مضافة حقيقية هتصدرها. بالتأكيد أنت كمان أنت لو عندك أسطول تجاري بيخدم على تجارتك، ده بيديك إدج تنافسي في السوق، بيديك ميزة تنافسية. لأنه أنا لو بنقل بتكلفة أرخص، يعني لو أنا بدي ميزة نسبية للمصدر المصري ينقل بسعر أقل، فبفتح له أسواق جديدة ما كانش ممكن يرتدها. في نفس الوقت النهاردة أنت في ظروف استثنائية بتمر بيها البلاد، تبقى محتاج أسطول يأمن نقل تجارتك وحاجاتك الأساسية للبلد. يعني المسألة ما هيش مسألة عائد مادي بس، ولو إن الأسطول يمكن أن يكسب وممكن أن يحقق مكاسب كبيرة. يعني النهاردة الأسطول لو أنت أدارته إدارة رشيدة ممكن يجيب، لأن النهاردة شركات الملاحة الدولية بتحقق عوائد خرافية. طيب يعني مش قصة إنه ممكن أنه يكسب، هو المفروض أنه يحقق إذا ما تمت إدارته جيدا، يعني يحقق مكاسب كبيرة كمان. هي القضية قضية إدارة محترفة. بس لو لسه بتبتدي فالتكلفة التأسيسية أو الاستثمارية بتبقى عالية للغاية. ده لو أنا مصر أن أنا أتملك. في بدائل للتملك. يعني أنا عملت أحد الدراسات للجامعة العربية عشان تنمية التبادل بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية. الدراسة دي اقترحت أن تعمل شركة ملاحية، وهذه الشركة الملاحية لا تحتاج لاستثمارات ضخمة. ليه؟ لأن حبدأ باستئجار سفن وليس تملك، استئجار لفترات طويلة، وممكن تستأجر في وقت يكون في أزمات أو الدورة الملاحية في أدنى نقطة لها، فممكن لما تستأجر تاخد بسعر منخفض وتاخد إيجار طويل، فأنت مستمتع بتكلفة إيجار منخفض وتجيب عائد من هذا الإيجار تقدر تمول بيه بناء سفن بعد كده. وبالتالي كمان في شركة إسرائيلية قامت تماما بدون أي استثمارات مالية. إزاي؟ كانت بتستأجر حاجة اسمها
السيلز في شركات الحاويات، يعني خلايا في في الحاويات، شركه يعني تروح له حد مشغل اسطول حاويات وتقول له اديني نسبه 10% 15% وتسوقها هي، وما عندوش اي تكلفه استثماريه، هو كل اللي عمله جهد تسويقي. النهارده هذه الشركه من اكبر 20 شركه في العالم، شركه زيم. فاحنا مش اقل منهم، احنا عندنا خبرات ملاحيه متراكمه وعندنا كوادر طيبه ممكن لو استغلت استغلال جيد ونطلق. وبعدين احنا عندنا بعض المشاكل برضو المؤسسيه في مجال تملك الاسطول، انه في بعض الحاجات في قانون تملك السفن قد يبعد ملاك السفن ان هم يسجلوا سفنهم في مصر، فاحنا عندنا عدد كبير من ملاك السفن. ليه العوائد يعني الضرائب عاليه مثلا؟ لا مش مش بس النهارده عشان اسجل السفينه في الشهر العقاري بدفع مبالغ ضخمه جدا. كمان ما فيش جهه هتمول مالك السفينه، يعني البنوك تخاف تمول السفينه ان هو ما عندوش المام بالموقع. ما هي عليها ريسك، بس في شركات بتشتغل في تامين النقل البحري وتامين مصري. السفن نفسها ما هيش مصريه. خلينا نقول كمان علينا ان هو مثلا شركه وطنيه في اعتقاد المفترض حضرتك. مفترض ان يكون في اليه لتمويل هذا النشاط ليه خصوصيته. من ناحيه ثانيه في حاجه مهمه جدا، لو حضرتك شفت ان مالك السفينه عنده قيد في انه يعني يرهن السفينه او يبيعها او لازم قرار من وزير النقل، ده في القانون القديم من سنوات. هذا الكلام انا تفهمه، كان وقتها انه كان عايزين حاجه اسمها قانون اعداد الدوله للحرب، لازم كل واحد عنده سفينه يبقى الدوله عارفه ان في عندنا عدد معين من السفن عشان بستخدمها اذا في طوارئ. طيب النهارده هذه الحاله ازيلت، ما عادش عندي الطوارئ دي، وعندي القوات البحريه ما شاء الله عندها اسطول ضخم، وممكن جدا تبقى متفق مع يعني امريكا حلت التناقض ده ازاي، بتتفق مع ملاك السفن انها بتديله مثلا نسبه سنويه مقابل وضع سفينته تحت تصرف الدوله اذا حصل الطوارئ، بتديله مبلغ سنوي، لكن لا تقيد حقه في رهن السفينه او بيعها او ايجارها، لان انت الحاجات دي بتخلي مالك السفينه في وضع حرج. ليه؟ لان لما يروح لبنك هو ما يقدرش يرهنها، وبالتالي ما يقدرش ياخد عليها فلوس، ما يقدرش ياخد قروض، فاصبح مالك السفينه ايده مغلوله. وبعدين بيروح دول تانية عامله تسهيلات مخفضه ضرائب على السفن وعلى تملكها وعلى استخداماتها، لانه بيشغل عماله وبيعمل وبينشط التجاره البحريه في المواني بتاعته، فاعطيله مجموعه من التسهيلات بيسموها دول اعلام الملائمه، الدول اللي بتسمح لملاك السفن ان يرفعوا اعلامها وبشروط ميسره. طيب انا لو عملت هذا للمصريين زي بنما مثلا، بنما ودول كتير في افريقيا، حتى في دول بتنتهج هذا النهج، هذه الدول الحقيقه يعني بتجيب مكاسب ضخمه من هذه الصناعه. انا بتكلم مش عايز ابقى اعلام ملائمه، انا عايز ابقى انمي تجارتي البحريه، يكون عندي ملاك السفن الناس القادرين على الاستثمار في هذا القطاع يبداوا يشتغلوا، اقدر افتح لهم السبيل انه يتملكوا سفن بسهوله. في نفس الوقت كمان ممكن لو طبقنا موضوع الليزنج او التاجير التمويلي، ممكن ان انا استخدم التاجير التمويلي في بناء سفن. يعني في ناس بنوك او مؤسسات ماليه عندها فوائد ماليه، لو اتفقت مع ترسانات انها تبني سفن لمشغلين معينين، اعتقد ده هينمي اسطولنا. ففي اسس كتير ممكن ننمي بيها الاسطول الوطني. جميل. يمكن يعني مرينا بازمه كورونا اثرت بشكل او باخر على كل القطاعات، بعد انتهاء الازمه او يعني اوشكت على الانتهاء، الامور عادت تقريبا الى طبيعتها. هل ونحن نملك قناه السويس، مصر يعني لديها هبة من الله غير عادية، وننشئ الآن منطقة اقتصادية استثمارية مهمة جدا يعني في منطقة قناة السويس، وبالتالي فلدينا أفاق، كيف يمكن أن نربط كل هذه الأمور علشان خاطر نحقق عائدين، عائد على المستوى القريب أو المتوسط وعائد آخر على المستوى البعيد؟ لأنه النهاردة أنت عايز حاجة بعد كده هتجيب بقى بعد 50 سنة وتكون دي مستقبلك، بس انت عايز كمان حاجة تجيب لك عوائد قريبة. هو بالتأكيد المنطقة الاقتصادية لابد ان احنا ننظر لها نظرة انها مدخل لتجارة العالم لأفريقيا، وايضا نافذة أفريقيا على العالم. ومصر عندها ارتباطات تجارية دولية وايضا داخلة في مجموعة تكتلات عربية، ده بيتوح لها ان الصناعات اللي تنشا في المنطقه الاقتصاديه تقدر تخش هذه المناطق
يا اما برسوم جمركيه مخفضه او معفاه من الرسوم. وبالتالي احنا لو نروج هذه المنطقه بهذا الشكل يبقى شيء عظيم ونقدر نستقطب رؤوس اموال كبيره في هذه المنطقه. كمان المشكله ان قناه السويس بتواجه مجموعه من التحديات الدوليه، منها مع التغير المناخي في اذابه الجليد في القطب الشمالي، ممكن يبقى في طريق بديل، في ايضا مبادره الحزام والطريق الصينيه، في مجموعه من البدائل اللي عماله تشتغل كبدائل لقناه السويس. والحقيقه احنا ممكن جدا ان احنا نركز على انه تكامل ما بين المنطقه الاقتصاديه وقناة السويس يحميها من المنافسة الدولية. ازاي؟ انا لما بوطن مجموعة من الصناعات في منطقة قناة السويس هجيب مواد اولية من خارج مصر هتمر عبر القناة، في نفس الوقت المنتجات بتاعتي هتصدر للخارج هتمر عبر القناة، يعني كأني خلقت طلب اضافي على خدمات المرور من قناة السويس، وبالتالي فانا بأمن قناة السويس ضد المنافسة الدولية. يعني حتى اقليميا عندك منافسه لقناه السويس، فانت لازم تبقى عامل حسابك ان انت يكون عندك مصادرك. يعني في ميناء جبل علي في الامارات كان موجود في منطقه صحراويه، طب هو جاب عليه طلب منين؟ الطلب الملاحي جاب منين؟ جاء من منطقه لوجستيه ومنطقه صناعيه حوالينه، منطقه تجميع بضائع، وبالتالي خلق الطلب على الميناء، وبالتالي الميناء بدا يبقى ميناء دولي. احنا نفس الكلام بنتكلم ان قناه السويس دلوقتي مكانها موجود وبتمثل يمكن اكتر من 11% او 12% من حجم التجاره الدوليه بيمر من قناه السويس. لكن في منافسه، وحتى يعني حتى دول اللي حواليك بتحاول انها توجد طرق اخرى كبديل للقناه. ايوه. المفترض ان انا لازم اعمل صيانه لمركزي التنافسي وادعم مركزي التنافسي، وما فيش افضل من المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لعمل هذا الكلام. خاصة ان انا عندي امكانيات ان اعمل قيمة مضافة من خلال هذه المنطقة، ممكن اعمل لوجستيات لخدمة السفن العابرة، لوجستيات لخدمة التجارة العابرة، لوجستيات لخدمة الصناعات اللي هتتوطن في المنطقة الاقتصادية. وبالتالي فانا ممكن اعظم الناتج القومي بتاع مصر، ممكن تبقى مصدر للدخل الاجنبي، ممكن مصدر لتشغيل العمالة المصرية. فانا متصور ان المنطقة الاقتصادية لو يعني تم تنفيذها بالشكل المتعارف عليه، يعني في دول كتير قامت على منطقه زي دي، يعني دول كامله اقتصادها تطور، وفي مدن مثلا مدينه زي شنزن في الصين دخل الفرد فيها زاد زياده غير عاديه نتيجه ان هو طبق فكره المنطقه الاقتصاديه. فانا متصور ان دي حل امثل. موضوع كورونا طبعا ليه انعكاساته على النقل البحري والنقل بصفه عامه، لكنه الحقيقه في النقل البحري قد يكون استفاد في فترة كورونا نتيجة توقف النقل الجوي ونتيجة توقف النقل البري عبر الدول في فترة كورونا. فكان في يعني إذا كنا بننقل 80% من التجارة عبر النقل البحري، يمكن زادت في فترة كورونا شوية. لكن الآن فترة كورونا وضحت إن في هشاشة في سلاسل الإمداد الدولية، وفي ازدحام في المواني العالمية بالسفن، وايضا في نقص في الحاويات الفارغه عبر العالم. طبعا. ونوالين النقل البحري عملت قفزه غير عاديه، يعني نولون نقل الحاويه اللي كان بيتكلف في حدود 4000 دولار التفريغ والشحن وصل نقله بس غير تفريغ وشحنه 18000 دولار وبيزيد. وبالتالي ده بينعكس على اسعار السلع، وده بدانا نتكلم ان الاقتصاد العالمي بدا يتاثر، لانه نقص امدادات السلع هتاثر على وتوافر السلع الاستهلاكيه، هتؤثر على تدفقات المواد الاوليه والوسيطه، وبالتالي هتاثر على الانتاج العالمي، ويمكن سامعين هذا الكلام. ده كله هينعكس كمان على حاجه بنسميها تضخم التكلفه، يعني الكوست بوش، يعني في بتعمل ضغط تضخمي في الاقتصاد العالمي بتدفع مستوى التكاليف لاعلى. فارجو ان انا ما اكونش اطلت في لا لا بالعكس لا خالص. معنى ان انا اقول انه في تضخم تكلفه، النهارده بيتكلموا عن هذا التضخم مرشح للاستمرار لفترات قادمه، مش بس بقى ده ممكن ينقلب الى تضخم ركودي، بمعنى كساد، مش كساد، درجه اقل شويه من الكساد. في اتجاه يعني ولكن في نقص فرص التشغيل واغلاق لبعض الشركات، وفي نفس الوقت تضخم ارتفاع في الاسعار. يبقى عندي ارتفاع في الاسعار وعندي معاناه من ان في نقص في مستوى التشغيل على المستوى العالمي، وده كله
راجع لارتفاع تكلفة النقل البحري. طيب أساليب خفض التكاليف دي إيه يا دكتور؟ هو نعود لما قبل هذا الكلام، احنا كنا بنتكلم على انه كان في تسهيل الشحن وسوء تدفقات السلع والمواني. ارخص انواع النقل المفروض النقل البحري، ارخص انواع البحر النقل البحري واكثره يعني بينقل كميات، يعني يعني لو تصورنا سفينه الحاويات النهارده بتنقل 24000 حاويه، بتتكلم على مدينه كامله عايمه في البحر. وبعدين ده يمكن ان انت تعمل اقتصاد الحجم الكبير، تعمل تنتج على سكيل كبير، وبالتالي بتخفض تكلفه الانتاج. فلما بيقل تدفق السفن معناها ان ده هينعكس على برامج الانتاج. انا هنتج لمين؟ انا ما بنتجش، ما فيش شركه بتنتج دلوقتي للسوق المحلي، كله بينتج الانتاج الدولي. من فرحات العولمه كنا شغالين كده، الانتاج كله انتاج عالمي. وبالتالي لما الشحن البحري بيتاثر اكيد هيلقي بظلال كثيفه على برامج الانتاج، وبالتالي ده هينعكس على مستويات التشغيل في الدوله او الدول بصفه عامه. فاحنا هنا بنتكلم على انه النقل البحري عشان يعني يعود لسابق مسيرته لابد ان يكون في تسهيلات في المواني، ونطبق ما يسمى بتسهيلات التجاره اللي قررتها منظمه التجاره العالميه. لابد ان الجمارك تبقى ايسر، لكن اللي بيحصل في المواني دلوقتي فيه تاخر اكتر من 10 ل 12 يوم عن برامج السفينه، عن برنامج السفينه. ده بيخلي تكلفه السفينه مرتفعه، لان هو بالتالي يعني هذه الازمه الموجوده على المستوى العالمي بتعطينا ميزه تنافسيه اذا ما اجدنا اداره المورد لدينا. يعني اذا كان في مشكله انت تقدر انك تحل هذه المشكله عندك، وانت عندك هذه الامكانيات. دكتور شرفتني، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. دكتور محمد علي ابراهيم، استاذ اقتصاد النقل واللوجستيات والعميد الاسبق والمؤسس لكليه النقل الدولي واللوجستيات، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا في هذه الفقره. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، فلدينا المزيد حالا تنضم اليكم شيراز.